ما ذلك الشيء في السماء؟ إنه طائر. إنها طائرة. كلا، إنها الشمس. أجل، الشمس كما نعرفها كرة ساطعة مفيدة تجعل الحياة على الأرض ممكنة. الأرض ليست الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية، ومع ذلك هي الكوكب الوحيد الذي يحتوي على أشكال معقدة من الحياة. في الواقع تلك الشمس المفيدة لا تقوم فقط بجعل كوكبنا واحدا في صحراء فضائية شاسعة، بل يمكنها أيضا أن تتحول في المستقبل إلى أكثر الأشياء الضارة التي سيواجهها كوكبنا، ولكن سأسهب في الحديث عن ذلك بعد قليل. هل يمكنك أن تصدق أن الشمس لا تهتم بنا أو بالحياة أو بالكواكب؟ الشمس عالية الإشعاع، وقد قامت بالفعل بتدمير الغلاف الجوي والمحيطات على المريخ. هل ستدمر الأرض أيضاً؟ أم هل توجد لدينا فرصة للنجاة؟ حسناً، على عكس الكواكب الأخرى الأرض محمية من الإشعاع، ففي أعماق غشائها يوجد مزيج من معادن مغلية تخلق حقلاً مغناطيسياً ضخماً حول الأرض، وهذا الحقل مفيد لنا لأنه لا يسمح للإشعاع بالوصول إلى السطح. كما توجد طبقة الأوزون التي تعمل بنفس الطريقة. تقع الأرض فيما يسمى المنطقة المعتدلة أو المنطقة الصالحة للسكن، ويعني ذلك أنها ليست بعيدة للغاية عن الشمس وليست قريبة للغاية منها، ويمكن أن يوجد الماء في حالاته الثلاث هنا: السائلة والغازية والصلبة. وبشكل أساسي هذه هي الظروف المثالية لجميع الكائنات الحية. عرضت لنا هوليوود عشرات المخاطر التي يمكنها تدمير الحياة على الكوكب الأزرق، من كويكب ضخم إلى غزو الفضائيين، ولكن يوجد خطر حقيقي يمكنه حرق جميع أشكال الحياة في المستقبل ما لم تقم الكويكبات والكائنات الفضائية بذلك أولاً، وهذا الخطر هو الشمس. مثل أي نجم تمر الشمس بمراحل مختلفة من التطور، من سحابة من غبار النجوم إلى بقايا نجم مكثف يسمى القزم الأبيض. في الوقت الحالي الشمس في مكان ما في منتصف حياتها، يحترق الهيدروجين داخل نواة الشمس ويتحول إلى هيليوم. صحيح، هي نفس المادة التي ننفخ بها البالونات، ولكن إن قمت باستنشاق الشمس بدلا من أن يصبح صوتك غريبا فإنك ستحترق. فكرة سيئة. يقول العلماء إن الأمر سيستغرق 7 مليارات سنة تقريبا حتى يحترق الهيدروجين بالكامل ويستبدل بالهيليوم، ونتيجة لذلك ستصبح الشمس أكثر حرارة وسطوعا بحوالي 10% كل مليار سنة، ومن هنا ستبدأ مشاكل كوكب الأرض. فمتوسط درجة الحرارة على سطح الأرض سيصبح أعلى 50 درجة مئوية، وسيؤدي هذا إلى تأثير الدفيئة مثل ما نراه الآن على كوكب الزهرة. وعلى المدى الطويل سيتم إطلاق المياه بعيدا عن الغلاف الجوي بواسطة انبعاثات شمسية أقوى، وخلال 3.5 مليار سنة ستصبح الشمس أكثر سطوعاً بنسبة 40% من الوقت الحالي. تخيل أنك تركت مقلاة تحتوي على ماء على طاولة مطبخ معرضة لأشعة الشمس، سيتبخر الماء على الفور تقريباً، وهذا ما سيحدث للمحيطات في ذلك الوقت. ستسخن كثيراً لدرجة أنها ستتبخر دون غليان. وغني عن القول، ولكن سأقوله على أي حال، المرحلة ستكون عصيبة للغاية على النباتات والحيوانات، لن ينجو سوى البعض منها، ولكن لن يكون ذلك لوقت طويل. عندما يدخل البخار إلى الغلاف الجوي ستقوم الأشعة الشمسية فوق البنفسجية بتحليل جزيئات الماء والهيدروجين، وهي ضرورية لبناء أي خلية حية، ومن ثم إطلاقها إلى الفضاء. سيستمر حجم الشمس في النمو وستتحول في النهاية إلى عملاق أحمر سيقوم بامتصاص عطارد والزهرة وربما الأرض. ولكن حتى لو نجا كوكبنا سيصبح مجرد قطعة صخرية محمصة بدلا من الكوكب الأزرق الجميل الذي عرفناه طوال حياتنا. هل تشعر بالاستياء لأن صديقتنا المقربة ستخوننا؟ ابتهج يا رفيقي، ف7 مليارات سنة طويلة بما يكفي للاستعداد للنجاة. وفيما يلي بعض الحلول التي قدمها العلماء. أحد أكثر القرارات بديهية ترك السفينة الغارقة والهروب في قارب نجاة، أو بالأحرى الطيران بعيدا في سفينة فضائية. في عام 1930 وصف كاتب الخيال العلمي البريطاني أولاف ستايبليدون مستقبلا تكون فيه الأرض غير صالحة للسكن، وتضطر الأجيال القادمة إلى الانتقال إلى الزهرة ونبتون. في معتقد ستيفن هوكينج
مثل بعض العلماء المميزين الآخرين أنه من الضروري بناء مستعمرات بشرية على كواكب أخرى وعلى القمر حتى يتمكن البشر من النجاة من أي كارثة قد تدمر الحياة على كوكب الأرض. ولكن لنعود إلى نقطة الهروب من الكوكب. لإجلاء 7 مليارات نسمة سنحتاج إلى 1 مليار مكوك فضائي تقريباً، حتى لو أطلقنا 1000 مكوك يومياً، وهو بالمناسبة أمر مستحيل. سيستغرق نقل جميع السكان من الكوكب 2700 سنة. ونعم، نظراً لكون كوكب الزهرة سيتدمر أيضاً، سيتوجب علينا الابتعاد كثيراً عن الشمس، وستستغرق الرحلة عدة سنوات. وإن كنت تعتقد أن انعدام الجاذبية أمر ممتع، فإنك ستصاب بخيبة أمل. فبدون الجاذبية، تشيخ أجسامنا بسرعة وتصاب بأنواع مختلفة من الأمراض. العيش لسنوات بدون جاذبية وحماية من الإشعاع الشمسي ليس جيداً لأجسامنا. وبعد ذلك لن ينتظرنا فندق 5 نجوم مريح على الكوكب الآخر. يحتاج البشر على الأرض إلى الأكسجين للتنفس والجاذبية للمشي والماء للشرب والطعام للأكل. الظروف المعيشية التي نحتاجها معقدة للغاية، لدرجة أنه يصعب كثيراً استنساخها في أي مكان خارج الأرض. وهذا بالضبط هو ما دفع العلماء للتفكير بفكرة مفاجئة. لما لا نأخذ الأرض بكامل مواردها وسكانها وننقلها إلى مسافة آمنة من الشمس؟ يقول العلماء أنه عندما تتحول الشمس إلى عملاق أحمر ستكون المنطقة المعتدلة أبعد ب1.5 مرات من موقعها الحالي حيث يقع مدار المريخ الآن. يبدو ذلك مجنوناً، ولكن يوجد لدى العلماء طريقة لحل هذه المشكلة أيضاً. إطلاق صاروخ في الفضاء لدفع الأرض إلى الاتجاه المعاكس للحصول على نتيجة عكسية. ولكن تكمن المشكلة في كبر حجم الأرض، حيث ستتطلب الأمر إطلاق 10 مليارات صاروخ بحجم 10 أطنان في نفس الاتجاه لتغيير سرعة الأرض بمقدار 20 نانومترا في الثانية. وهذا لا شيء مقارنة بسرعة الأرض الفعلية التي تبلغ 30 كيلومترا في الثانية. توجد طريقة أخرى، وهي ما رأيناه تقريبا في فيلم أرماجدون. انفجار نووي قريب من أو على سطح جسم فضائي يمكنه تغيير مساره. قد يعمل هذا الحل بشكل جيد مع كويكب، لذلك لم يكن الفيلم بعيدا كل البعد عن الواقع. ولكن مرة أخرى تكمن مشكلة الأرض في كونها كبيرة للغاية. وأمر آخر، أي انفجار يعني الدمار، وهذا ما نحاول تجنبه في الأساس. ولصعوبة التعامل مع حجم الأرض وكتلتها، ربما نحتاج إلى طريقة يكون فيها هذان العاملان غير مهمان. يحتوي الضوء على طاقة، ولكن لا يحتوي على كتلة. يمكن لأشعة ضوئية مركزة مثل الليزر سحب الطاقة من الشمس، وفي هذه الحالة لن تكون كتلة الأرض مهمة. ومع ذلك، حتى لو استخدمنا ليزراً ضخماً وقوياً مثل بريكثرو ستارت شوت، والذي يهدف إلى توصيل سفينة فضائية خارج المجموعة الشمسية لاستكشاف النجوم المجاورة، فإن تغيير مدار الكوكب سيستغرق 3 مليارات سنة. كما يمكننا عكس الطاقة الشمسية بشكل مباشر مع نوع من غلاف شمسي مبني بالقرب من الأرض. تبدو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون هذا الغلاف كبيراً للغاية، أكبر من قطر الأرض ب19 مرة. حسناً، ربما في يوم ما سيتوفر لدينا النوع المناسب من التقنية. فبعد كل شيء، 1 مليار سنة أطول ب5000 مرة من فترة عيش الإنسان العاقل على كوكب الأرض. انظر إلى مدى تقدمنا عن العيش في كهوف ومطاردة الماموث. ربما سنبتكر حلا مفيدا بحلول ذلك الوقت. كما توجد أيضا طريقة أخرى لإنقاذ كوكبنا من الشمس المتنامية، وهي نوع من بركة كواكب متداخلة. يتم استخدام التقنية المعروفة باسم مقلاع الجاذبية لجسمين يدوران، وتستخدم جاذبيتهما لتغيير السرعة. وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع لإطلاق المراكب الاستكشافية بين الكواكب. على سبيل المثال، المركبة الفضائية روزيتا، والتي زارت مذنبة 6-7P في 2014-2016. اقتربت من الأرض مرتين خلال رحلتها التي استمرت 10 سنوات لتحصل على بعض السرعة منها. وبدون هذا التسريع كانت مهمتها ستصبح مستحيلة. أتساءل لما لم يقوم بمجرد إرسال توم كروز. كان سيتمكن من التعامل مع هذه المهمة المستحيلة بالتأكيد. حسناً، بعيداً عن المزاح، حصل كوكب الأرض على دفعة من المركبة الاستكشافية أيضاً، ولكن لم يكن لها أي تأثير على الأرض بسبب حجمها الكبير للغاية. ولكن ماذا لو كان بإمكاننا استخدام شيء أكبر؟ كويكبات مثلاً يمكنها التأثير على مسار الأرض. مرة واحدة لن يكون لها تأثير كبير على الأرجح، ولكن يمكن تكرار هذه العملية مرات عديدة للوصول إلى الهدف.
بعض الأماكن في المجموعة الشمسية مليئة بكويكبات صغيرة ومذنبات، حتى أن التقنيات الحديثة كافية لتحريكها. قام دونالد كريكانسكي وغريغوري لافلين من جامعة كاليفورنيا وفريتسي آدمز من ميشيغان بتطوير تلك الفكرة، ويقولون أننا لو أخذنا كويكبا بقطر يبلغ طوله 60 ميلا ووضعنا محركات فيه، فإنه سيمر بمدار الأرض كل 6000 سنة، وفي كل مرة سيمنحها جزءا من طاقته، ونتيجة لذلك سيتم دفع الكوكب لمسافة تصل إلى 30 كيلومترا، تماما مثل سباح دفعته موجة من قارب مر بجواره. وبعد 6 مليارات سنة ومليون لقاء مع الكويكب ستصل الأرض إلى مدار كوكب المريخ. هل تبدو الفكرة سهلة؟ في الواقع لا تزال مجرد نظرية. من السهل تحريك سفينة فضائية صغيرة، ولكن من الصعب كثيرا تحريك كويكب كامل قد يدمر الحياة على الأرض إن أخطأ العلماء في الحسابات. أوبس، لقد كان خطأي. لنأمل أن يبتكر العلماء فكرة أكثر أمانا في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التصرف بأسرع ما يمكن. هل تعتقد أن البشر سيتركون الأرض وينتقلون إلى كوكب آخر؟ أم أنهم سينقلونها إلى مدار مختلف؟ أخبرني في التعليقات أدنى. وإن كنت قد تعلمت شيئا جديدا اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. ولكن لحظة، لا تغادر مدارك الآن، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. كل ما عليك فعله هو اختيار مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر عليها والاستمتاع بمشاهدته. ابقى على الجانب المشرق من الحياة.